بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، والف مبروك لمصر هذا الانتصار العظيم، الفوز بتنظيم كأس العالم للشباب تحت 19 سنة في كرة السلة. خالص التهنئة وخالص التحية. نبدأ هذا المؤتمر بسلام جمهورية مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف كبير لمصر انها تفوز بشرف تنظيم كأس العالم للشباب لكرة السلة تحت 19 سنة، ولما لا ومصر زاخرة بأبنائها ورجالها ونجومها، وان شاء الله تكون بطولة من اروع ومن احلى ومن افضل ما يكون. اسمحوا لي ان ارحب بالسادة الافاضل الحضور الكرام. برحب بمعالي الوزير المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. برحب بالسيد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية. برحب بالسيد هماني يان رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السلة. ورحب بالسيد ألان أكرا الرئيس الفخري للاتحاد الافريقي لكرة السلة. ورحب بزميلي وصديقي ورفيق العمر دكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة. بعد منافسة شرسة مع إيطاليا ولاتفيا وإسرائيل، بتفوز مصر بشرف تنظيم بطولة العالم للشباب لكرة السلة، لتؤكد مصر أنها قادرة على تنظيم الأحداث الكبرى، لتؤكد مصر أنها آمنة، لتؤكد مصر أنها مطمئنة، لتؤكد مصر أنها دائما وأبدا هي الحصن وهي الأمن وهي الملاذ وهي المكان وهي الحب وهي الوطن، ليس للعرب فقط ولا لإفريقيا فقط ولكن للعالم أجمع. فافخروا وافرحوا يا أبناء مصر ببلدكم العزيزة مصر. 16 دولة هتشارك في هذه البطولة كأس العالم، ثاني أكبر بطولة بينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة. مصر شاركت في 4 بطولات من إجمالي 6 في هذه البطولة التي تقام كل عامين. إن شاء الله تكون بطولة على المستوى العالي، ونحن إن شاء الله على يقين تام من أن مصر كلها ستقدم كل الدعم للاتحاد المصري لكرة السلة حتى تخرج هذه البطولة في أجمل وأروع وأبهى شكل بإذن الله عز وجل. خليني أرحب بكل السادة الأفاضل رجال الإعلام من صحافة ومن قنوات ومن مجلات ومن إذاعة اللي مشرفين النهاردة هذا الاحتفال وهذا المؤتمر، حتى تكون الصورة واضحة للعالم أجمع هذا الاهتمام الكبير بهذه البطولة. نبدأ أعزائي الحضور بكلمة من الأستاذ الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة في الاتحاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، السيد المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، السيد الامان يعني رئيس الاتحاد الافريقي لكره السله، السيد الم اكرا رئيس شرف الاتحاد الافريقي لكره السله، الساده الحضور، الساده اعضاء مجلس اداره الاتحاد الافريقي لكره السله، الساده اعضاء مجلس اداره اللجنه الاولمبيه لكره السله، الساده رؤساء الاتحادات المصريه، الساده والسيدات مندوبي وممثلي وكالات الانباء العالميه والمحليه، الساده مندوبي وممثلي الصحافه الرياضيه المكتوبه والمرئيه والمسموعه، الساده الحضور، رحب بكم جميعا في هذه التظاهره الرياضيه الكريمه التي جمعتنا تحت سقف واحد على ارض مصرنا الحبيبه. انه لمن دواعي الشرف لدينا لبلدنا العزيزه مصر ممثله في القائد الرياضي معالي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، والساده اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله ولجان النوعيه المختلفه والعاملين في ان تنال مصر شرف تنظيم بطوله كاس العالم تحت 17 سنه لكره السله خلال العام 2017 باذن الله. ولقد كان الاعداد وتجهيز ملف البطوله متضمنا صالات الالعاب ومدى تجهيزها وبما يتفق مع المتطلبات الدوليه والادوات الرياضيه المطلوبه وغرف الخدمات اللازمه، فضلا عما سيتم تجهيزه من وسائل النقل والمواصلات والاقامه والاعاشه وغيرها مما كان له اكبر الاصل في انتزاع شرف تنظيم كاس العالم لكره السله بمصر من بين اعتى الدول التي تقدمت بملفاتها لكي تحصل على شرف تنظيم هذه البطوله. والحمد لله فقد قال الله تعالى: ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. وانا لا املك الا ان اشكر كل من تفضل وساعد على تهيئه وتجهيز ملف البطوله بالعمل، كما اشكر كل من ساهم بالقول وساند كافه وسائل التواصل الاجتماعي التي وقفت الى جانب مصر. فهنيئا لنا بهذا الشرف العظيم الذي نالته مصر، وسنسعى باذن الله متعاونين ومتفائلين ومتكاتفين يدا بيد مع الساده المسؤولين بوزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه الى افضل ما يكون تنظيميا واداريا وتنفيذا على ارض مصرنا الغاليه باذن الله. وفقنا الله جميعا لما فيه خير مصر عامه والرياضه خاصه. واحب ان اشيد بكل من ساهم في اعداد الملف وكل من دعم مصر للحصول على شرف التنظيم. فكان من بين الدول العربيه الكثير الذين ساعدونا وأيدوا مصر، ان كانوا داخل الاتحاد الدولي او بعلاقاتهم الشخصيه، ومنهم الامين طلال بن بدر بن عبد العزيز رئيس اتحاد اللجان الاولمبيه العربيه، الشيخ صعود بن علي رئيس الاتحاد الاسيوي لكره السله، اللواء اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي والامارات لكره السله، الشيخ صعود بن عبد الرحمن رئيس الاتحاد القطري لكره السله، الاستاذ جوده شاكر رئيس الاتحاد اللبناني لكره السله، السيد توجاي دمير رئيس الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاوروبيه. ده كان بالاضافه الى الاتحاد الافريقي لكرة السلة ممثل في السيد رئيس الاتحاد الافريقي والسيد سكرتير الاتحاد الافريقي والسيد انيبال الذي قال انني مصري في الاتحاد الدولي لكرة السلة، فنرحب به ونشكره شكرا جزيلا لكل من ساهم وساعد في الحصول على شرف التنظيم لهذا الحدث الكبير. هؤلاء محبي مصر الذين وقفوا بجانبنا، فأردت أن أرحب بهم وأشكرهم إن كانوا متواجدين معنا في هذا الحفل أو غير متواجدين، فهم متواجدين دائما على أرض مصرنا الغالية. أما من داخل مصر فالشكر كل الشكر لمعالي الوزير خالد عبد العزيز الذي قال بالحرف الواحد:
بالبلد بالعربي كده، هاتوا البطولة مالكوش دعوة مصر كلها وراكم. قدموا الشكر والتقدير، وبقول له معالي الوزير مصر مليانة رجالة والحمد لله وأثبتنا، وإحنا كان الكلمة بتاع حضرتك لينا كانت يعني القوة الكبيرة الخفية اللي ساعدتنا إن إحنا نهتم ونجتهد حتى نحصل على هذه البطولة. بالإضافة لكل العاملين في الوزارة، الدكتور أشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضة الذي اجتمع مع مندوب الاتحادات الدولية نشكره شكرا جزيلا. أستاذ محمود الحلم المدير التنفيذي الدينامو في الوزارة الذي لا يكل ولا يمل، وبقول له احنا زعلناك كتير ومتشكرين جدا لمجهودك العظيم معانا. أستاذ شكري حسن، جميع العاملين في الوزارة الحقيقة اللي ما دخلوش علينا بأي حاجة، بالإضافة لدعم أشقائنا أو إخواتنا الأعزاء المصريين سفرائنا في الخارج، دكتور حسن مصطفى والدكتور عمرو علواني وهم قامتان رياضيتان وسفراء لنا في الخارج، فكان ليهم كل الدعم معانا، بشكرهم شكرا جزيلا. الحقيقة يعني مهما قلت على كان التكاتف اللي حصل عشان نعمل ملف وعشان نسوقه، فبشكر المهندس محمد عبد المطلب مدير الملف والمجهود اللي عمل هو فريق العمل اللي قاموا بيه، بشكر الاستاذ زريع عمار لتطوعه لابداء الاراء وخبراته الكبيره، بشكر كل من ساهم في اعداد هذا الملف، والحمد لله رب العالمين ان احنا ربنا وفقنا، وان شاء الله باذن الله هذه البدايه وبدعمكم جميعا ان شاء الله هتكون بطوله فعلا عالميه هتظهر فيها وجه مصر الحضاري. وشكرا لكم جميعا لحضوركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور مجدي ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكره السله. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وبالتالي كل من قدم دعما وجهدا وتأييدا ومساندة للملف المصري فله كل الشكر وكل التحيه وكل التقدير. الان كلمه المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه في الاتحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، السيد هامان يانج رئيس الاتحاد الافريقي لكره السله، الدكتور الفونس بيل امين عامل الاتحاد الافريقي لكره السله، الدكتور مجدي ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكره السله، الساده الافاضل اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله الجامع الكبير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه اود ان ارحب بكم جميعا، ويسعدني ان اتقدم بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن زملائي اعضاء مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه بتهنئه الدكتور مجدي ابو فريخة رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله وجميع الساده اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله على شرف حصول مصر على حق تنظيم بطوله كاس العالم لكره السله للشباب والمزمع اقامتها بمشيئه الله تعالى خلال الفتره من 1 الى 9 يوليو 2017. وانها لمجهود مشكور وموفق وشرف المصريين جميعا ان تحظى مصرنا العزيزه بتنظيم مثل هذا الحدث الهام وغيره في الكثير من الالعاب المختلفه، فقد حصلت مصر على حق تنظيم بطولات لكاس العالم في الخماس الحديث والتايكوندو وتنس الطاوله وكره اليد والفروسيه والشراع وغير ذلك الكثير والكثير من البطولات الافريقيه والدوليه لمختلف الرياضات التي اقيمت على ارض مصرنا العزيزه والتي تؤثر بشكل ايجابي في رفع مستوى الرياضه بصفه عامه والمنافسه النظيفه والشريفه بصفه خاصه. ويظهر وتظهر مصر بالشكل المشرف في المحافل الدوليه، وتؤكد ايضا على رياضه مصر وعلى استقرار الامن القومي في مصر وسير منظومه العمل الرياضي بشكل ناجح، والذي ياتي من التخطيط والاعداد الجيد والقوة والتراوض والتناغم بين اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية والأندية ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في كل موظفيها وكل العاملين بها، وعلى رأسهم معالي الوزير خالد عبد العزيز الذي لم يبخل على أبطال مصر من الرياضيين بأي دعم يحتاجونه وفي كل الأوقات. خالص دعواتي وتمنياتي الطيبة للجميع بالنجاح والتوفيق، وأسأل الله العلي القدير أن يكلل مجهودات الجميع بالنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا مهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. والحقيقه اعتقد انه النهارده كان في لمحه ذكاء ان يتم اختيار هذا المكان المركز الاولمبي بعد تطويره وتجديده واصبح بهذا الشكل الرائع الفخم الجميل الذي يليق بالرياضه المصريه. فشكرا للسيد الوزير خالد عبد العزيز الحقيقه على هذا التطوير، وتمنياتنا لكل القائمين على هذا المركز ان شاء الله ان هم ينجحوا في ادارته بهذا الشكل الجميل الجديد. الحقيقه كان في دور كبير جدا للاتحاد الافريقي في انجاح مصر في استضافه هذا الحدث العظيم الكبير، وبالتالي بنشكر ونرحب وندعو السيد هاماني نيانج رئيس الاتحاد الافريقي لكره السله لالقاء كلمته فليتفضل. السيد الوزير مهندس خالد عبد العزيز، السيد رئيس اللجنه الاولمبيه المهندس هشام حطب، الساده اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره السله، تحيه طيبه للجميع وتحيه طيبه لحضرتك. Permettez-moi de remercier d'abord la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports parmi nous. اسمحوا لنا في وجود السيد وزير الشباب والرياضة من خلالنا اليوم. Malgré son emploi chargé cette année note. على الرغم من الكثير من مشغولياته في أعماله اليومية. L'importance qu'il accorde au sport en général, mais surtout au basket. اهتمامه بجميع الرياضات وخاصة لعبة كرة السلة. L'Égypte vient d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde des U19 garçons. مصر في ظل استضافة لبطولة كرة السلة الأفريقية تحت 18 سنة هذا العام. C'est une grande fierté pour le monde du basketball africain. لها كل الفخر لكرة السلة الأفريقية. C'est pourquoi au nom de tout le basketball africain, félicitations à l'Égypte pour avoir obtenu cette organisation. وتهنئة للاتحاد المصري لكرة السلة في تنظيم هذه البطولة. À travers cette félicitation, permettez-nous également de féliciter nos collègues du bureau central de FIBA. ومن خلال تهنئتنا لمصر لتنظيم هذه البطولة أيضا نهنئ أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي. الذي وضعوا كل الثقة لمصر في تنظيم هذه البطولة. وبطولة كأس العالم لكرة السلة. تحت 19 سنة 2017. Monsieur le ministre, monsieur le président du comité olympique, monsieur le président de la fédération égyptienne de basketball, c'est un challenge. السيد الوزير، السيد رئيس اللجنة الأوروبية، السيد رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، هذا تحدي. C'est un grand challenge. هذا تحدي كبير. Mais c'est à la portée de l'Égypte et de l'Afrique de pouvoir réussir. ولكنه تحمل مسؤوليه قوي لمصر انها سوف تنجح في تنظيم هذه البطوله العام القادم 2017. ونحن نرغب ونتمنى النجاح لمصر في تنظيم هذه البطولة حتى يتاح لباقي الدول الأفريقية في تنظيم بطولات قادمة في المستقبل. Le plus facile c'était d'obtenir l'organisation. Le plus difficile c'est maintenant c'est de commencer à travailler dès aujourd'hui pour que l'Égypte puisse relever le défi
الخطوة الأسهل هي الحصول على شرف تنظيم هذه البطولة، ولكن التحدي الأكبر سيكون في تنظيمها فعلياً في خلال أرض الواقع. Monsieur le ministre, Monsieur le président du Comité olympique, Monsieur le président de la Fédération égyptienne de basketball, c'est toute l'Afrique qui compte sur vous, qui porte un regard important sur l'Égypte pour réussir ce grand événement, parce que ça doit faire tache d'huile pour que d'autres pays africains aussi puissent obtenir cette organisation. السيد الوزير، السيد رئيس اللجنة الأوروبية، السيد رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إن أفريقيا كلها تقف وراءكم لدعمكم في خلال تنظيم هذه البطولة، حتى بعد نجاح هذه البطولة يكون هناك فرصة لباقي الدول في طلب استضافة كأس العالم في المستقبل. ونحن على ثقة أن من خلال مصر التي كانت لها رياضة من قبل من خلال لاعبيها في السابق أنها سوف تستطيع التنظيم والمشاركة بقوة في هذه المهمة. La capacité d'organisation de l'Égypte n'est pas à démontrer. الإمكانيات في مصر سوف يتم تقديمها. Mais c'est dès maintenant que l'Égypte doit commencer à préparer cette Coupe du Monde pour le bonheur de tous les sportifs et surtout des basketteurs du monde entier. ومن الآن يبدأ التحضير للبطولة السابقة حتى تكون هناك سعادة لجميع الحاضرين في البطولة القادمة بإذن الله. Pour que cela réussisse, Monsieur le Ministre, nous avons besoin de votre accompagnement, de l'accompagnement du Comité Olympique et de l'accompagnement bien sûr de la presse égyptienne. ومن أجل إنجاح هذه البطولة أكيد نحن لنا الشرف في معاونة وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية وأيضا دعم كل الصحافة على مستوى العالم. نتمنى النجاح لمصر في تنظيم هذه البطولة ونمتعنا مرة أخرى على تنظيم هذه البطولة. ميرسي بوكو، ثانك يو فيري ماتش، شكرا جزيلا سيد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السلة عماني كنان. الحقيقة زي ما قال الدكتور مجدي الفريخة في كلمته انه النجاح ما بيجيش صدفة. النجاح في جهد، في عمل، في مؤازرة وفي مساندة، لكن لازم يكون في مسؤول مقتنع. لازم يكون في مسؤول حابب. لازم يكون في مسؤول بيآزر بشدة، بيعاون بشدة وبيقتنع بالموضوع نفسه. أتصور أنه ده كله كان متواجد أو متواجد في شخص السيد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، اللي بوجه له التحية والشكر مرة تانية وبدعوه لإلقاء كلماته فليتفضل. طبعا كده جميعا في البداية نرحب بضيوف مصر السيد عماني نيان رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السلة من دولة مالي، والسيد ألان أكرا رئيس الفخري للاتحاد الافريقي لكرة السلة من كوت ديفوار، ثم نرحب بالسيد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوروبية المصرية والدكتور مجدي الفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة. لكن الحقيقة أحب أوجه التحية للدكتور محمود أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. ثم اوجه التحيه للكابتن احمد شجير الاعلام الكبير وكابتن مصر. الحقيقه في الفتره السابقه كان عندنا ثلاث موضوعات في منتهى الاهميه لتنظيم بطولات كبيره، وكانت اولهم يمكن بطوله او استضافه بطوله كاس العالم لكره اليد بكبار 2021، وده كان البديل بتاعها في روسيا في شهر نوفمبر الماضي، ويمكن بعد ايام قليله من حادث سقوط الطائره الروسيه. وكان تحدي كبير جدا، لكن الحمد لله قدرنا ننجح وناخد تنظيم كاس العالم لكبار كره اليد في 2021 في مصر. بعدين اشهر قليله جدا تقدمنا مره اخرى للفوز بتنظيم كاس العالم تحت 23 سنه في كره الطائره، وده ان شاء الله سينظم في القاهره في اغسطس 2017 السنه الجايه. الحقيقه جالي
الاستاذ مجدي ابو فريخه وقال لي احنا هنتقدم ايضا لتنظيم كاس العالم للشباب لكره السله 19 سنه. الحماس الحقيقه اللي قابلني كان جالي في مكتبي مع الدكتور محمد عبد الفيلم وعضو مجلس اداره الاتحاد، والحماس اللي كان موجود فيه طبعا لا يعني لا اقف في حضراتكم سرا انت الان احنا مقدمين في كره اليد، مقدمين في كره الطايره، مقدمين في السله، واللي احنا الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها ربما اذا نجحنا في واحد مش هننجح في الثاني. لكن الحقيقه الحماس اللي اتكلم فيه الثلاث اتحادات واحساسهم الشديد وكمان من الناحيه السياسيه واقتراحهم ودراستهم للموقف وتقديم الملف يجعل اي مسؤول لازم يفكر بشكل ايجابي جدا انه الناس دي طالما درست هذه الدراسه وشايفه الامور بشكل مش فقط مساله انا بقدم ملف، لا انا دارس ابعاد مختلفه كثيره جدا، تشجع المسؤول وفي نفس الوقت تخليه متحفظ لبعض الاسئله. فالحمد لله بعد نجاحنا في الحصول على تنظيم كاس العالم لكره اليد الكبار ثم الكره الطايره حصلنا على تنظيم كاس العالم لكره السله للشباب 15 سنه. لكن لابد ان نكون برضه منطقيين. لم يكن امامنا في الملف في كاس العالم للكبار لكره اليد او الكره الطايره هذه الدول اللي كنا بننافسها في كره السله. فانك تنافس ايطاليا ولاتفيا واسرائيل الموضوع مش سهل. خصوصا اذا كنا شفنا النسخ السابقه في كاس العالم للشباب هنجد ان النسخه السابقه على فكره كانت في اليونان ومن الدول الكبيره في كره السله، قبليها كان في تشيك، قبليها كان في لاتفيا، قبليها كان في صربيا. فمعظمها الدول الاوروبيه الدول ليها باع طويل جدا في كره السله. فتقديم الملف وتقصدك ايطاليا بكل التاريخ ده وكل الامكانيات الماديه والتنظيميه الموضوع صعب، خصوصا بعد حصولك في لعبتين جماعيتين فيها مباشره سواء في كره اليد او في كره الطايره ثم كره السله. لكن الحقيقه الملف وانا معايا نسخه منه هنا الحقيقه شيء رائع ومتقدم بطريقه رائعه. لكن اهم ما فيه هو ان احنا كيف نستخدم امكانياتنا ان احنا نزلها للعالم. فالحقيقه ما تم اعداده لاستضافه كاس افريقيا لكره اليد في شهر يناير الماضي في الصاله الكبيره في استاد القاهره، كل الملف كان معتمد جزء كبير منه على شكل الصاله والتطوير اللي كانوا فيها والصالات اللي اتعملت. كان معتمد في نفس الوقت على حجم البنيه الفندقيه اللي ما اعتقدش انها موجوده في اي حته في العالم في المنطقه اللي تحيط باستاد القاهره. حجم الفنادق اللي على مستوى عالي جدا موجود في هذه المنطقه تحديدا حوالين استاد القاهره كلها فنادق من سلاسل عالميه وعلى اعلى مستوى. حجم الامكانيات اللي موجوده سياحيا وثقافيا اللي نقدر نقدمها في تقديم ملف زي ده لاستضافه شباب 19 سنه، انا اعتقد ان الملف ما كانش فيه حشو كتير، كان فيه تركيز، كان فيه نقطه قوه محطوطه نقطه قوه. الملف صغير جدا معايا لكن معمول باحترافيه شديده جدا. اعتقد ان اي حد بيفكر انه ينظم بطوله للشباب ويجد كل هذه المناطق السياحيه والثقافيه وهذا الاستعداد اعتقد هيكون على الاقل الملف ده محل دراسه جديده. فانا بشكر جدا اللي قام خص بالذكر الدكتور محمد عبد المطلب وصديقي زهير عمار الحقيقه فاز باللقب يعني لانه احد الخبراء. وانا متاكد ان شاء الله الطريقه التي سيدار بها عمليه التنظيم ان شاء الله هتطلع بشكل كبير جدا ويحقق لمصر ما تتمناه من استضافه هذه البطوله. لكن خلينا نقول ان احنا الصاله المغطاه اللي عندنا دي هتستضيف ان شاء الله خلال كام سنه اللي جايه كاس عالم في الطايره، كاس عالم في السله، ان شاء الله كاس العالم في الكبار في كره اليد. فاحنا اصبح عندنا كيان صرح كبير جدا نستطيع ان نستفيد منه استفاده كبيره جدا لانه واحد من افضل الصالات ده معمول من سنه 91 وزاره الشباب والرياضه بتشكيلها الحالي مش هي اللي عملت هذا الصرح. الصح ده معمول من سنه 91 استضافنا فيه دوره الالعاب الافريقيه في ذلك الوقت بنى في وقت الدكتور عبد المنعم عماره اتعملت بشركه المغربيين العرب كان في حاجه عظيمه جدا. لكن احنا بعد 25 سنه تغيرت المواد والماتيريالز اللي بنتعب عليها والاشكال احنا قمنا بتطويره استضافه لبطوله كاس العالم لكره اليد. فبنتقدم بالشكر لكل من سبقونا من المسؤولين في وزاره الشباب والرياضه او في المجلس القومي او المجلس الاعلى للشباب والرياضه اللي عملوا هذا الانجاز الكبير في وقت كانت مصر محتاجه فيه. والحاجه العظيمه جدا ان احنا حتى الان بنستخدم هذا الصرح وكل حد بيجي لنا بيقول ان مصر سابقه. ده يخليني نبكي لهذا المكان اللي احنا موجودين فيه. هذا المكان اتعمل في الثمانينات على وقت الدكتور عبد الاحد جمال الدين، وانا بقول لحضراتكم كمهندس
هذا المكان تعمل بفكرة عشرات السنين المستقبلية. فبنحيي روح الدكتور عبد الأحد جمال الدين على هذا السبب. التقرير ده هو تقرير منطقي لمرور سنين طويلة تقرب من 30 سنة على هذا المكان. وبتمنى إن من يأتي بعدين نحاول نحافظ عليه، لأنه فعلاً يؤدي أداء كويس جداً الآن. كل حد بيجي يشارك هنا بيشعر إن مصر دلوقتي بقى عندها مكان يليق بالمنتخبات القومية اللي ممكن تيجي تتمرن. أنا كنت سعيد جداً امبارح عشان منتخب الشوط بيتمرن وشايف حسام بكر بطلنا بالليمت في الملاكمة بيتمرن هنا مع مدربه. فالحقيقة دي بتدينا فرصة كبيرة إن احنا نتمنى إن هذا المكان يكون هو المكان اللي بيأمله كل بطل رياضي إنه يجي يتمرن في المركز الأولمبي عشان يقدر ينافس على مستوى كبير بعد كده. خلينا نتكلم على احنا محتاجين ازاي نشتغل كلنا مع بعض عشان نستفيد من الرياضة. زي ما حضراتكم عارفين أكتر مني مش مسألة البطولة اللي هتلاقيها، كيف نستخدم هذه البطولة؟ نستخدمها اقتصادياً ازاي؟ نستخدمها سياسياً ازاي؟ نستخدمها سياحياً ازاي؟ نستخدمها في تطوير بنيتنا الأساسية ازاي من ناحية الرياضة؟ نستخدمها ازاي إن احنا نعمل الكوادر اللي هتشارك في تنظيم هذه البطولة؟ وازاي ننمي الفكرة على فكرة الدستور المصري في المادة 82 لما بيتكلم عن الشباب بيتكلم على العمل الجماعي والتطوعي. يعني لو حد رجع للمادة 82 في الدستور هيلاقي إن الحاجات اللي اتكتبت في الدستور كيف تجمع شباب مصر على العمل الجماعي والتطوعي. هذه البطولة أو هذه البطولات اللي احنا بنفوز بتنظيمها لابد إن احنا الكوادر اللي هتنظمها، وأنا متأكد أستاذ مكرم في كل اللجنة المنظمة اللي هتدير هذا الأمر لابد إن احنا نستفيد بيها، نفكر في كل جزء ممكن نستفيد بيه سياحياً إعلامياً ثقافياً شبابياً، وخصوصا ان احنا دعم الشباب. فاتمنى من كل اللجنه المنظمه كيفيه ان احنا نجمع اكبر عدد من الشباب المصري، نعلمه عمل روح الفريق ازاي نشتغل مع بعض، نعلمه العمل التطوعي ازاي يؤدي بينا ان احنا لما نوصل ان شاء الله في شهر 7 سنه 2017 يكون عندنا فريق تم تدريبه بشكل كبير جدا على اداره البطولات الدوليه، على العمل التطوعي، على العمل بروح الفريق. ودي شطاره اللجنه المنظمه انها تستخدم كل الامكانيات انها تطلع لنا احسن شيء منها. لكن ده هيجرنا خلينا نكون صراحة مع نفسنا، احنا في النسخ الاخيره من البطوله خدنا المركز 11 او 12، ده ربما يكون غير مقبول في البطوله اللي طلعت بعد كده. نجاح البطوله بشكل او اخر مرتبط بتقدم الفريق المصري في درجات البطوله ومتقدم بادائه. وكل ما الفريق المصري هيحسن هيبقى عنده بينتقل من مرحله لمرحله وبيشارك وبيفوز على الفرق العالميه، ده هيخلي في التفاف جماهير وهيخلي البطوله دي يكون ليها صدى. وكلنا شفنا نهائي بطوله كره اليد من 30 يناير كان شكله ايه في استاد المغطاه، كان فيه 20,000 الاستاد بياخد حوالي 18,000 بس، لكن كان فيه 20,000 كانت فيه ناس قاعده حتى مش على الكراسي، كان فيه ناس بره عايزه تدخل في مباراه كره اليد. وكان في ذلك الوقت قاعد جنبي اثنين من رؤساء الاتحادات، رئيس الاتحاد الفرنسي ورئيس الاتحاد الروسي، وقالوا ان ده مشهد مش مألوف في اي حته في العالم ان يكون في بطوله كره يد قاريه بيشاهد المباراه النهائيه بتاعتها 20,000 متفرج. فاحنا في مصر عندنا هذا الامكان خصوصا للالعاب الجماعيه. يعني الشعب بتاعنا بيحب يشوف الفريق المصري يشارك في البطوله وبيلتف حوله، حتى لو هو مش فاهم قوي في اللعبه، لكن على الاقل احساسه ان في فريق يمثل منتخب مصر كل الناس بتلتف حوله وبتيجي تشجعه. فاحنا بنناشد الاتحاد المصري لكره السله ان يبدا نادي اعداد الفريق بتاعنا هيشارك ان شاء الله في شهر يوليو 2017 في البطوله. ونحن بنبلغ الاتحاد المصري ان جميع امكانيات وزاره الشباب والرياضه تحت امر الاتحاد المصري لكره السله في اعداد فريق على الاقل يكون منافس بشكل كويس، على الاقل يقدر يفوز بمباريات مهمه. لان زي ما حضراتكم عارفين احنا عندنا 16 فريق هيشترك في هذه. احنا الدوله المنظمه والولايات المتحده الامريكيه هي الدوله الفائزه باخر نسخه. لكن في ثلاثة كمان من الأمريكتين وخمس فرق من أوروبا وثلاث فرق من آسيا وفرقة واحدة من أستراليا. فكل دول يكونوا مشاركين. وأفريقيا احنا عندنا فريقين من أفريقيا. فتقريبا المنافسة الشديدة جدا سواء مع أمريكا أو مع أوروبا أو مع آسيا موضوع صعب. ومفيش ماتشات سهلة. من أول مباراة في المجموعة هيبقى الموضوع مهم. ولكن احنا لما بنتكلم على شباب النهارده يكون عنده 18 سنه، السنه الجايه هيكون 19 سنه، باعداد واعداد جاي واعطائه خبرات اعتقد انه ممكن ينافس منافسه كبيره، لان ده هيكون العامل الاساسي في نجاح البطوله والتفاف الجماهير حوالين هذه البطوله. النقطه اللي كمان هقولها للسيد
مادي او افريقيا باسم الاتحاد المصري، ارسل جواب للاتحاد المصري الاتحاد وزاره الشباب والرياضه، واحنا ارسلنا لرئيس الجمهوريه طلبا لوقعه البطوله في عدد سنه رئيس الجمهوريه. نتمنى ان شاء الله ان ناتي الموافقه لوضع البطوله. كمان احنا لازم نقول دور اللجنه الاولمبيه المصريه الان، بس انا بتكلم بمراد بمنتهى الصراحه، اللجنه الاولمبيه المصريه المهم في حاله كبيره جدا، هناك توافق بين الساده في سائر الحالات، كلنا بنشتغل على منظومه واحده، في توافق بشكل كبير جدا، كله بقدر الامكان بيساعد فيها. هذه الروح اللي مقصود اللجنه الاولمبيه والساده رؤساء الاتحادات، انا شايف انها مشجعه جدا. احنا على بعد اشهر قليله من دوره الالعاب الاولمبيه، احنا هنعلم لحضراتكم بكل صراحه وبكل يعني شفافيه ايه هي امكانياتنا وايه هي المعدلات اللي ممكن نتنافس عليها، ايه هي الاماكن اللي احنا مرشحين ليها. لكن عايز اقول لحضراتكم بصراحه شديده جدا، احنا فوجئنا في الاشهر القليله السابقه ان ما كانش عندنا في بعض الاعداد امل في ان احنا يبقى عندنا ميداليه اولمبيه بشكل كبير، لكن بقينا قريبين. فاحنا بنتكلم النهارده على طبعا كلها رياضه وتعتمد من الاول في الاخر على التوفيق يوم المباراة، لكن انا بقول لحضراتكم بظهور الشهرين اللي فاتوا دول او الشهر اللي فات تحديدا، احنا كان عندنا الاسبوع اللي فات فقط او الاسبوعين اللي فاتوا بعض النتائج اللي احنا ما كناش متوقعينها. لما عمر الجزيري يطلع ثاني عالم في كاس العالم في التماس الحديث ما كنتش متوقع، عمر الجزيري طلع اول عندنا هنا في كاس عالم وعمر طلع 11، انما عمر راح ريو جانيرو في المكان اللي هيتلعب عليه كاس اللي هيتلعب عليه تصفيات الاولمبياد نهائيات الاولمبياد في البرازيل، وراح خد مركز ثاني على العالم، ودي بطولات مؤهله للاولمبياد. فعمر الجزيري ياخد المركز ده. عازم حلمي في الرمايه ضرب 124 على 125 رقم عالمي، وجاب 15 من 15 سنه 15 من 15 وخد ميداليه ذهب في اوغوست في الرمايه. فاحنا بنتكلم احنا قريبين، لكن في الاول وفي الاخر هنبذل كل ما نستطيع، لكن هيبقى توفيقنا. الحمد لله احنا عندنا حسام بكر متاهل، اتاهل لنا ثلاث لعيبه اخرين، في محمود ووليد اتاهلوا في البطوله الاخيره، احنا الحقيقه قريبين جدا من ان احنا ننافس على ميداليه في المباراه. كل ده حصل في الاسابيع القليله. فانا بقول لحضراتكم احنا بنبذل اقصى مجهود، لكن هنعلن بكل الراي العام وكل الاعلام احنا موقفنا، فرصنا موجوده هنا. اخر تقرير عندي وبقول لحضراتكم كده مبدئيا، احنا عندنا 8 لعيبه فقط اللي عندهم نسبه كبيره تزيد عن 50% لمنافسه على المباراه. يعني ايه فوق ال 50%؟ يعني هو من افضل ثلاثه في العالم حتى الان. لكن مش معنى ان هو من افضل ثلاثه بتاع العالم ان هو يقدر يحصل. عايز اقول لكم ان علاء ابو القاسم ويمكن حضراتكم تابعته كان بيخرج من دور ال 64 او ال 32. في اخر بطوله كاس عالم اتلعبت في كوبا من اسبوع وصل فاينل. وكسب في السكه نمره 5 على العالم و3 على العالم. ووصل فاينل. كناش متوقعين، ما كناش حاطين علاء ابو القاسم، علاء ابو القاسم بطل اولمبياد لندن معاه ميداليه فضيه في اولمبياد لندن، وكان مستواه متراجع، لكن على فكره رئيس الاتحاد المصري للسلاح قال لي كذا مره ان احنا ماشيين بطريقه قصعا لعلاء ابو القاسم الى افضل مراحله في الاولمبياد. انا الحقيقه ما كنتش مصدق كده، لان بنشوف نتائج مش مطمنه. لكن اخر بطوله من دور 64 32 16 8 سيمي فاينل لعب فاينل وخسر في الفاينل 15 12. فاحنا قريبين من كده، لكن احنا بنقول في مؤتمر لكره السله احنا لم نتاهل في كره السله كلعبه جماعيه، لكن احنا بنقول لابد ان نبدا من دلوقتي بقى اعداد فريقنا ده ل 2020 عشان نقدر نلعب 2020 في طوكيو. الفريق اللي هيشارك 2017 19 سنه ممكن يكون نواه للتاهل في 2020 لاولمبياد طوكيو. احنا بنطلب من الاتحاد المصري لكره السله بذل كل الجهود، كل النواحي العلميه والماديه والاقتصاديه لاعداد فريق يشرفنا ان شاء الله في البطوله اللي هتتلعب السنه الجايه باذن الله. النقطه الاخيره والمهمه جدا، لازم نكون عارفين ان كل الدول بعد الاولمبياد ديت هتبتدي في 2017 تعد الفرق الجديده بتاعتها علشان تلعب في 2020. مهم جدا لما يكون عندنا كاس عالم موجود فيه 16 فرقه والفرق كلها شباب 19 سنه، لازم نكون عارفين ان دول هم نجوم المستقبل. بعد سنتين ثلاثه خمسه هيبقوا اللي لعبوا عندنا في 2017 دول هم افضل لعيبه باسكت في العالم. ده بحكم الاحصائيات، ان دايما اللي بيمثل في دولته هو سن 19 سنه، معظم الفريق ده بيكون هم نجوم المنتخبات الاولى بعد اربع خمس سنين.
فكل اللي احنا عايزين نقوله ان وجود هذا الشباب وده نقطه مهمه جدا هيبقى سفراء لمصر بعد كده لما يتكلموا عن مصر ويتكلموا عن تنظيم البطوله في مصر وعن الاقامه في مصر وال 10 12 يوم اللي هيقعدوا في مصر اثناء فاحنا مهم جدا يكون عندنا تنظيم البطوله ده ويكون في تفكيرنا ان الشباب اللي هيكون عندنا موجود ده هيفضل يفتكر على مدار سنوات طويله جدا ما شافوا في مصر اثناء البطوله اللي موجوده عندنا. فمهم جدا ان احنا نستخدم كل الحاجات الاخرى المؤثره. السياحه مؤثره، الثقافه مؤثره، الفن مؤثر، كل ده في اعداد البرامج اللي هيشوفوها الشباب عندنا مش بس المباريات ده هيكون مؤثر جدا فيهم ونقدر من دلوقتي نعمل برنامج سياحي وانا شفت ايضا هذا الامر موجود. ان انا برضو عايز افكر في الساده المسؤولين في الاتحاد المصري لكره السله ممكن احنا وقت البطوله ما نكونش موجودين في موقع المسؤوليه ان احنا محتاجين بنيه اساسيه لملاعب التدريب. محتاجين عندنا 16 فرقه هتلعب، عندنا صحيح صاله 1 و2 و3 هيقام عليها البطوله، لكن من الان نبتدي نشوف فين مراكز تدريب، بعدها الاقامه قد ايه، هيتمرنوا فين، ايه كل المساعدات الموجوده عشان ما نبقاش نتفاجئ بعد كده ان احنا محتاجين اماكن للتدريب مش جاهزه. فممكن يكون عندنا المركز الاولمبي هنا جاهز للتدريب، نبتدي من النهارده نشوف ان ده مكان للتدريب، ايه اللي ينقصه؟ الاقامه ربما تكون في مدينه مصر، طب ايه المناطق المحيطه باستاد القاهره اللي ممكن نتمرنها؟ واي حاجه هنقدر نعملها مش هنكتب. ممكن يكون جوه صاله في القوات المسلحه، ممكن تكون موجود جوه صاله في النادي الاهلي، جوه صاله في نادي المعلمين العرب، لكن من الان نبتدي نبحث ايه هي كل المنطقه المحيطه باستاد القاهره وازاي هنقدر نعمل فيها التدريب. انا اتمنى ان شاء الله ان البطوله دي تكون واحده من انجح البطولات نستخدمها في كل الامور، نبحثها بشكل سياسي واقتصادي وسياحي وكل شيء، نستفيد منها اقصى استفاده رياضيه كمان. ازاي نطلع من عندنا شباب ونخلي الشباب المصري كله ملتف وفرقتنا ديت عشان في 2017 تكون عندنا نتيجه كويسه. بشكركم جدا وبشكر الاعلام اللي متواجد بشكل محترم جدا في مؤتمر صحفي لكره السله، وانا برضو احب اوجه رساله الاعلام. انا الحقيقه على مدار الاشهر يمكن كمان اكثر من سنه سابقه شايف ان الاعلام الحقيقه ما بيتاخرش عننا في اي حاجه. حتى البطولات اللي ممكن تكون العاب الناس شايفاها العاب شديده في مؤتمر الشراع كان عندنا حد في سكواش كان عندنا في كل مؤتمر صحفي بنعمله في اي لعبه الخماسي الحديث في كاس العالم الخماسي الحديث كان موجودين بشكل كبير. وبشكر جدا الاعلام واتمنى ان هذه الرساله تستمر كبيره جدا لان هي دي السبيل الوحيد لتقدم الرياضه المصريه بشكل عام. بشكركم جدا. شكرا جزيلا لسياده الوزير المهندس خالد عبد العزيز. الحقيقه كلمه شافيه ووافيه وجميل انه شرح الوضع بالكامل، تنظيم البطولات السابقه والقادمه باذن الله، وايضا على ارض الواقع علنا ايه اللي ممكن باذن الله يتحقق في الاولمبياد الدوره الاولمبيه المقبله، وده امر في غايه الاهميه نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي في مصر. الحقيقه خليني ادعو كابتن طلب كابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة. هي كان هو المشرف والمسؤول عن هذا الملف، كان معاه فريق أكثر من رائع وأكثر من ممتاز. كلنا عايزين نشوف هذا الملف اللي نجح اللي كسب إيطاليا أولمبيا إسرائيل. كلنا كمان عايزين نكرم الفريق الجدع المصري الصميم اللي قدر يفوز لمصر بتنظيم هذه البطولة. تفضل كابتن محمد عبد المطلب. كابتن طلب المنتخب بعد المكسب، فان شاء الله هنديهم التيشيرتات.
نبتدي على الملف. احنا الملف فكرنا فيه ازاي وعاملين فيه ايه؟ هو حاجه بالانجلش عشان الناس بتتحرك افريقي، لكن انا هتكلم بالعربي عشان اشرح لحضراتكم. ده اول حاجه اللوجو بتاع اللوجو المقترح بتاع البطوله ده برضو شركه متطوعه عملته لينا من غير اي حاجه. اللوجو طبعا بيعبر عن مصر، الاهرام، الالوان بتاعتنا والبطوله في الخلفيه طبعا كل حاجه عن مصر، الاهرامات، الهول، المباني التاريخيه بتاعتنا. دي الاجنده، هنتكلم بسرعه عن مرور كده اهوت على النقاط الموجوده في الاجنده ديت هشرحها ونتكلم فيها. الاتحاد المصري لكرة السلة يمكن حضراتكم متعرفوش ان هو من 1934 وعضو في الاتحاد الدولي في الاتحاد الاوروبي. طبعا احنا خدنا تاريخنا كبير في كرة السلة، اخدنا المركز التاسع في اولمبياد 1952، اخدنا المركز الخامس في بطولة العالم 1950، واحنا الدولة الاختيارية الوحيدة اللي فزنا ببطولة اوروبا سنة 1949. ده مفيش فرقة في افريقيا حصل لها الكلام ده لان احنا كنا بنلعب في اوروبا. واخيرا يمكن اخر انجازاتنا ان احنا تواجدنا في كاس العالم سنة 2014 بعد غياب 20 سنة. دي النسخة الأخيرة من بطولة كاس العالم تحت 19 سنة اللي قامت في اليونان، زي ما السيد المهندس خالد قال عليها احنا فوزنا بالمركز 11. البطولة بتاعتنا السنة الجاية إن شاء الله دي أول بطولة تقام في أفريقيا للشباب، قامت قبل كده في تونس 2005 للسيدات. البطولة هتتلعب إن شاء الله في مجمع صلاط، صلاة واحد واثنين وثلاثة. أنا هنا لازم أتوقف بالشكر فعلا للمهندس خالد، زي ما الدكتور مجدي رئيس الاتحاد قال احنا في الاجتماع اللي حصل مع المهندس خالد قال لنا روحوا بالعربي كده روحوا هاتوا البطولة. مستر اشلي جرين اللي هو مدير المنتخبات لما كان بيعين الملاعب، احنا كان المقترح ان احنا نعمل الملاعب ما بين الاستاد وما بين خارج الاستاد. فاشلي جرين قال يعني قال لي تقدر تجيب الملعب الثالث، نخلي الملعب الثالث هنا للتدريب جوه الاستاد. فافتكرت كلمه المهندس خالد، انا عارف ان هو الوزاره هتدفع وهتتغرم، بس انا افتكرت الكلمه فقلت له اه. فقال لي دي هتبقى ادفانتج ليك، وفعلا ادفانتج ان احنا الثلاث ملاعب موجودين في حته واحده ما بين الميديا وما بين الحكام وما بين الفرق وما بين اللاعبين، كله يقدر يتحرك في نفس المكان، امنيا السيطره عليه اسهل، اعلاميا كل الكلام ده كان ادفانتج جامد جدا لينا. ان شاء الله المفروض ان احنا كنا مقترحين انها تتعمل 7-7، بس يمكن يحصل فيها تغيير شويه تبقى 1-7-2017. طبعا برضو هم 16 فريق المتواجدين، عمرنا ما شفنا فرق يعني حلاقي امريكا، حلاقي فرق 5 دول من اوروبا، حلاقي 3 دول تمام امريكا، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. بالنسبه لنا احنا مصر ما شافتش حدث بهذا المستوى وهذه الفرق انها تلعب على في القاهرة أو في مصر، طبعا هتكون إضافة كبيرة لينا وإضافة كبيرة للمنتخب اللي قاعد ورا دوت إن هم يلعبوا معاهم. أنا كنت أتمنى إن أنا لسه ألعب مكانكم، إن أنا ألعب كأس عالم في مصر والناس تتفرج عليا، شد حيلكم إن شاء الله، عايزين نكون في الأدوار النهائية. استعنا بشوية حاجات كان يعني الأستاذ زهير عمار جزيل الشكر طبعا حضرتك هتاخد لي كتير الملف. حتة الأمن الإي تيكتنج والفيس ريكوجنيشن النظام الأمني اللي استخدم في بطولة العالم والبطولة اللي احنا بنستخدمه، واتصلنا برضه ببعض الشركات أو يعني حصل اتصال مع شركة مصرية في الأي تي، هنعمل نظام ستاتستكس الإحصائيات هيبقى أونلاين، حاجة جديدة بإيدين مصرية. أعتقد إنها برضه كانت أدد فاليو، كانت حاجة إضافية للملف إن احنا بنقدم الكلام دوت. منتخباتنا الناشئين الحمد لله في الفترة اللي فاتت عاملة شغل كويس جدا. احنا بالنسبة للمستوى الشباب احنا 15 على العالم، بالنسبة للناشئات احنا 24 على العالم. الناس كلها شايفة ان مصر طالعة، وده اعتقد ان هو كان من اسباب اسناد تنظيم الملف في مصر. الفكرة بقى ان الموضوع مش بس ان انا بنظم بطولة وخلاص، البطولة دي جزء من الخطة الاستراتيجية بتاعت الاتحاد. احنا 2019 ان شاء الله نكون في كأس العالم الكبار في الصين، 2023 ان شاء الله هننافس، 2027 ان شاء الله نكون على منصه التتويج.
اتمنى ان 2027 تكون بطوله تنظم في مصر والاتحاد القادم واسره كره السله تكمل على الموجود دلوقتي نشوف كاس عالم كبار في مصر. اعتقد امكانياتنا ان شاء الله هتساعدنا ان احنا ننظم حدث بهذا المستوى. الخبره بتاعتنا يمكن احنا الفتره اللي فاتت الاربع خمس سنين اللي فاتوا نظمنا بطولات افريقيا كتير تحت 16 تحت 18 ولاد وبنات. دي البطولات اللي اتعملت كلها كانت نتيجتها تاهل مباشر الحمد لله لكاس العالم. وده اللي احنا كنا في الملف ان احنا قادرين ننظم بطولات. يمكن المره اللي جايه ان شاء الله كاس عالم حجم اكبر لكن احنا قادرين على التنظيم وقادرين على النجاح ان شاء الله. هتكلم بسرعه على الملف. الملف ابتدى يمكن من اغسطس كان احنا ابتدينا نتكلم ان احنا نقدم الملف. عمرنا وصلنا قدام طلب تنظيم كاس العالم. قدمناها ابتدينا المراسلات مع الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي بيبعت بيخطر الاتحادات كلها. ردينا عليهم ان احنا بعتنا اكسبريشن كونتست ان احنا عايزين ننظم البطوله وبعتنا الكلام ده في نوفمبر ديسمبر. بعتوا لنا الورق الهوست نيشن اجريمنت ان احنا ده الورق المطلوب. ابتدينا نشتغل في الملف الترجمه في يناير. ابتدينا نطلب ناس متطوعين للعمل في الملف هنتكلم عليهم في الاخر ان شاء الله. ابتدينا نعمل داتا كوليكشن والكونتنت يعني نجمع المعلومات والبيانات المطلوبه لان هو الملف بيبقى فيه محتوى معين لازم يتم الاجابه عليه. عملنا اللوجو زي ما قلت لحضراتكم شركه متطوعه. عملنا الهاشتاج نفس الكلام شركه متطوعه. كل الناس عملوا في الملف المتطوع مقابل الشغلات اللي هيعملوها. طبعا يوم 2 فبراير كان في اجتماع مهم جدا مع سياده الوزير ادانا الدفع المعنويه الفظيعه وهي ماديه كمان. هاتوا البطوله ملوش دعوه. ساندتنا جدا في المحادثات او النقاشات مع لجنه التفتيش المثيره. جه يوم 3 شاف الملاعب شاف الفنادق كل حاجه متوفره سريعا. برضو مثلا بيبقى مطلوب اضاءه معينه في الملاعب الوحده بتاعتها لوكس بيبقوا طالبينها من 2000 ل 2500 فبيسال الاضاءه عندنا كام. الرد كان انا عايزها من 2000 ل 2500 رد ان احنا عندنا 4700 يعني الاستاد الحقيقه مجهز على اعلى مستوى ويعني اي بطوله على مستوى العالم الاستاد بتاعنا ان شاء الله قادر على استقبالها. كان في اجتماعات اسبوعيه مع اللجنه مع الاستاذ زهير عمار. 16 فبراير خلصنا. 21 فبراير قعدنا مع مجلس الاداره رجعنا المحتوى خدنا كل الملاحظات خلصناها بعتنا الكلام يوم 1 مارس. يوم 12 مارس جالنا الاعلان من الاتحاد الدولي ان احنا الحمد لله فزنا بشرف تنظيم البطوله. المعلومه اللي انا عرفتها احنا كسبنا. المعلومه اللي انا عرفتها ان احنا واخدين بالاجماع من الساده يعني اعضاء الاتحاد الافريقي الاصدقاء قالوا لي ان احنا التصويت كان بالاجماع علينا الحمد لله حاجه مشرفه جدا. اتمنى يعني ان احنا نكون على قد هذا الاجماع. ده المحتوى بتاع الملف 16 قسم. انت حضرتك لازم تجاوب على هذه الاقسام ان اول البلد شكلها عامل ازاي انت بتنظم ليه الشكل الاداري عامل ازاي الملاعب الفنادق الامن التنقلات المواصلات الكلام ده كله. ده يعني من جوه الملف حاجه بعض الصور من جوه الملف. سيادة الوزير حضرتك قلت طبعا ان احنا التنظيم لازم يكون في داخل الاطار العام لسياسه الدوله. احنا في جزء موجود عندنا جوه الملف اسمه الاحداث او انت هتعمل ايه على هامش البطوله. فاحنا عاملين كذا حاجه. احنا عاملين مثلا زياره هناخد ولاد ان شاء الله من فرق كاس العالم هنروح بيهم زياره مستشفى 57 357 الباسكت كله على قلب يعني اسره واحده جوه مصر او خارج مصر. هنعمل بطوله ان شاء الله 3 على 3 ان شاء الله تحت سقف الهرم. عايزين نجهز 3 على 3 3 على 3 تحت بلعبه رمضان ان شاء الله 2020. عايزين نوصل للناس اهميه 3 على 3 من ناحيه وعايزين نقول للناس الساحه بتاعتنا موجوده. الهرم ده نقدر نعمل عنده احداث كتير. بعد البطوله الفرق موجوده معصومه مش هيروحوا لا تعالوا احنا عايزين
نعمل بيكم هنوديكم مناطق سياحيه تفرجوا لو سمحتوا وصلوا رساله للدول بتاعتكم لما ترجعوا ان البلد بتاعتنا جميله، البلد حلوه، البلد اهلنا مستقره. فكل الكلام دوت عامل حساب، واحنا مش بننظر حدث بلدي بس، بننظر حدث في مصلحه البلد من كل الجوانب. letters exchange الجوابات اللي حصلت، احنا طبعا واخدين جواب دعم من اللجنه المدنيه المصريه مهندس خالد هشام حطب مشكورا، الجواب بتاع الاتحاد المصري لكره السله، وطبعا جواب من وزاره الشباب والرياضه مهندس خالد. طبعا الجوابات دي كانت مهمه جدا، وده الجواب بقى اللي رد على كل الكلام الجميل دوت، ان الفيفا بتهنينا بفوزنا بشرف بتنظيم كاس العالم 2017 وبيتمنى لنا النجاح الحمد لله، يعني ان شاء الله نكون على قد النجاح. في الدعم الشعبي استغنينا، كان عندنا بعض النجوم بتاعتنا، حاولنا احنا عندنا زي ما مهندس خالد قال كده، عندنا شويه نقط قوه عايزين نستخدمها. استخدمنا نجمنا محبوب محمد النني. محمد النني كان له هدف في الملف، ان هو محمد النني يوم ما وقع لارسنال ثاني يوم كان 165,000 متابع على تويتر زادوا، و100,000 متابع على فيسبوك زادوا بمجرد لصفحه ارسنال، بمجرد توقيع محمد النني. السوشيال ميديا مهمه جدا، احنا عايزين نوصل لهم رساله ان السوشيال ميديا في مصر قويه، مع وجود الدعم الشعبي من بعض العناصر ديت او بعض الجمله، هنقدر نزود شعبيه كره السله في مصر والاتحاد الدولي الفيفا. بجمله انس اسامه ان شاء الله يعني احد المرشحين بقوه ان هو يكون في ام بي اي قريب، نتمنى له التوفيق. طبعا نجمنا عاصم مرعي محترف بريطاني. حضرتك باشمهندس خالد قلت انتوا يعني ناويين على ايه؟ احنا لا احنا جاهزين الحمد لله ان شاء الله.